أنا فلسطينية من بيت من الأرض المحتلة، من فلسطين المحتلة، من بيت دراس. أنا أم الأسير إبراهيم مصطفى بارون، اللي هلقيته في السجن من 86. أخذوهم 3 مرات أخواته وأبوه، بعدين إلي كمان ولد اسمه بكر اعتقل 9 سنين، وإلي ولد محمد اعتقل 1.5 سنة، وعود اعتقل 6 شهور، عود اعتقل كمان 1 سنة، وإلي ولد زكريا هذا الله يرحمه اعتقل 3 مرات وطخته اليهود والله يرحمه، وإله ولد يعني عمره كان 1.5 سنة، وهلقيته عمره صار 20 سنة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أم الأسرين ضياء محمد الأغا من قطاع غزة فلسطين. ضياء محكوم مدى الحياة، إله 21 سنة في السجن، ومحمد محكوم 12 سنة، إله 10 سنين في السجن، موجود في سجون الاحتلال. ف محمد يعني إلي 7 سنين ما زرته، بس ضياء زرته 2، بس محمد أنا ما زرته لحتى هذا الآن. السعودية تدعي إني أنا مش أمه، وما فيش صلة قرابة ما بيني وبينه، وأنا أمه، مش أنا أمه، واسمي في هويته، بس هي بتستفز الأسرة، بتستفز أهاليهم علشان يحطمونا، لكن إحنا الحمد لله إحنا بنقاوم.